بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أن عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام كان في سياحته، مضمون الحديث طبعا، كان في سياحته مع مجموعة من أصحابه، فوصلوا إلى قرية أهلها موتى مطشرون في الطرق والدور، قال عيسى لأصحابه: هؤلاء ماتوا بعذاب، عذاب نزل عليهم وعمهم جميعا في وقت واحد. قال أصحابه: وكيف؟ قال: لأنهم إن كانوا ماتوا بالتدريج لدفن بعضهم بعضا، ما دام أن الجميع موتى ولم يدفن أحد منهم يظهر أنهم ماتوا مرة واحدة وفي عذاب، نعوذ بالله. فطلبوا أصحاب عيسى، طلبوا من عيسى بن مريم أن يسأل منهم ماذا كان شأنهم وما سبب عذابهم. فناداهم عيسى بن مريم فأجابه أحدهم، أحد الموت، قال: ما شأنكم؟ كيف أصبحتم؟ لماذا أصبحتم جميعا أموات هكذا مطشرون في الطرق والبيوت؟ بعضهم كان في الطرق يسير، بعضهم كان في البيوت، كيف أصبحتم هكذا؟ قال ذلك الشخص، أجاب عيسى بن مريم وقال: أصبحنا في سلامة وأمسينا في الهاوية. قال: وما الهاوية؟ قال: بحار من نار فيها جبال من نار في جهنم، نعوذ بالله. قال: كيف أصبحتم هكذا وأمسيتم هكذا؟ ما السبب في هذا العذاب؟ في الأمم السابقة قبل رسول الإسلام صلى الله عليه وآله، أحيانا الأمة إذا كانوا يعصون، الأمة إذا كانوا يظلمون، كان الله تعالى يعمهم بالعذاب. ومن بركات رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا النوع من العذاب الإلهي الشامل للجميع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله انقطع هذا النوع من العذاب.
قال ما شأنكم؟ كيف كان؟ ماذا كان لكم الذي سبب هذا النوع من العذاب لكم؟ قال الشخص الذي كان أحدهم وكان يكلم عيسى ابن مريم قال كان فينا خصلتان، إحداهما حب الدنيا كنا نحب الدنيا بحيث إذا أقبلت الدنيا علينا نفرح وإذا أدبرت عنا عن أحد منا نحزن، كان كل همنا الدنيا كل همنا كانت معيشة الدنيا. الأمر الثاني كانت طاعتنا للطاغوت. طاغوت يعني الطاغي، مبالغة في الطغيان، يعني الحاكم الظالم الذي يطغى في العباد والبلاد. طاعتنا للطاغوت. قال عيسى له مضمون الحديث: كيف كانت طاعتكم للطاغوت؟ بأية درجة؟ أجاب الشخص بأنه كل ما كان يأمرنا به كنا نطيعه. الطاغوت لا يأمر بالخير، يأمر بالشر. الطاغوت يأمر بالظلم، يظلم ويأمر بالظلم. كنا نعمل بكلام الطاغوت بكل ما يأمر به، فأصبحنا نحن في سلامة وأمسينا في الهاوية. مضمون الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن عيسى بن مريم قال له: كيف أنت بين هؤلاء تكلمت معي؟ قال: لأنهم جميعا ملجمون بألجمم النار والعياذ بالله. قال: وأنت لم تكن ملجما؟ قال: لا. قال: كيف أنت لم تكن ملجما؟ قال: أنا الوحيد الذي كنت معهم، ولكني لم أكن أعمل أعمالهم، فلما نزل العذاب عمني العذاب. العذاب، قبل أن أكمل مضمون الحديث الشريف، الله تعالى عادل، بالعدل قامت السماوات والأرض كما في الأحاديث الشريفة. العدل من الأصول في الدين، مما نعتقد به. مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، خط أهل البيت عليهم السلام في العقائد أن الله تعالى عادل، لا يظلم مثقال ذرة كما في القرآن الكريم. بوزن الذرة من الظلم لا يصدر عن الله سبحانه وتعالى. فإذا شخص كان مع هؤلاء وكان يحب الدنيا، وحب الدنيا يجرهم، كانوا يحبون الدنيا ويجرهم إلى المعاصي، وكانوا يطيعون الطاغوت فيما يأمرهم به من المظالم، إذا هذا الشخص لم يكن معهم كيف يعمه العذاب؟
هذه روايات لعلها متواترة في قصص مختلفة في أمم متعددة الأمم السابقة، أنه إذا الشخص هو لا يكون عاصياً لا يعمه العذاب. هذا بمناسبة العدل ومناسبة وجود الروايات المتواترة، هذا كان أيضا عاصيا ولكن لم يكن عصيانه بمقدار معصية أولئك، لا يأمرهم بمعروف لا ينههم عن منكر. هذا عصيان، عبد خلقه الله تعالى وأمره ونهاه لا يطيع الله تعالى، يظلم نفسه ويظلم غيره بترك الأمر بالمعروف الواجب وترك النهي عن المنكر الحرام. فقال له عيسى بن مريم: فأنت في النار معهم؟ قال: نعم، أما أنا لست ملجم، يعني ليس في فمي على فمي لجام، ولذا أستطيع أن أتكلم، استطعت أن أتكلم. قال له عيسى: كيف حالك في النار؟ الرواية مروية بأسانيد متعددة في كتب عديدة، في بعض تلك الأسانيد أنه قال: أنا معلق بشعره وكل آن أخاف أن أسقط في نار جهنم. هذا مضمون هذا الحديث الشريف. القرآن الكريم يقول: لقد كان في قصصهم عبرة. ونحن في هذا الزمان وفي هذا المكان، وكل في زمانه ومكانه، وكل في شرائطه والأمور المحيطة به، كيف يتعامل في أموره بالنسبة إلى ما أمر الله تعالى به. هذا النوع من العذاب العام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله انقطع عن المسلمين. أما العذاب الفردي بالنسبة إلى كل شخص، عذاب الدنيا بالنسبة إلى مختلف أنواع العذاب في الدنيا، وعذاب الآخرة بالنسبة إلى مختلف أنواع عذاب الآخرة والعياذ بالله من الجميع، هذا على نحو العلة والمعلول. هذا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ينتظر أي إنسان في أي مستوى كان إذا مشى على هذين الأمرين وعلى أمور أخرى اللي مذكورة في مواردها في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة. يعني كل واحد، كل إنسان، كل رجل، كل امرأة، كل شاب وفتاة، وكل شيخ وعجوز، وكل عالم وجاهل، وكل غني وفقير، وكل مثقف وأمي، وأي شخص كان بمقدار ما يشعر ويفهم في حياته، ما مدى حبه للدنيا وما مدى
طاعته للطاغوت. يعني الإنسان أينما كان يعيش حبه للدنيا بأية درجة يكون، بأية نسبة تكون، بتلك النسبة الحب للدنيا. قد يكون الشخص يحب الدنيا بحيث يترك صلاته للدنيا، الصلاة الواجبة، يترك صلة الرحم الواجبة للدنيا، يترك تصحيح عقائده للدنيا، يقع في العقائد الفاسدة لأجل أنه كان طالبا للدنيا، ثم يتبع الطاغوت. الطاغوت إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الطاغوت قد يكون حاكما ظالما، الطاغوت قد يكون عالما مثل المنافقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. هذول كانوا علماء تلاميذ رسول الله، بعضهم هم كان له جانب كبير من العلم، كان بجنب رسول الله صلى الله عليه وآله 20 سنة وأكثر من 20 سنة. 20 سنة تعلم الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وآله. عالم أم طاغوت؟ قد يكون مفكر ويكون طاغوت، طاغوتا. فكم يكون أي إنسان، كم تكون طاعته للطاغوت؟ الطاغوت على معناها، على معناه الوسيع، اللي مصداق بارز ومعروف وظاهر من الطاغوت والحاكم الظالم. فيطيع الطاغوت ويعصي الله تعالى، هذا يبتلى بالعذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة، نعوذ بالله. والقرآن الكريم أكثر من مورد ندد بهذا الأمر في آيات عديدة وتعبيرات مختلفة. هذا بالنسبة إلى طاعة الطاغوت، كذلك بالنسبة إلى حب الدنيا. في الحديث الشريف: حب الدنيا رأس كل خطيئة. الإنسان الذي يحب الدنيا، هذا الحب يجره إلى تقديم الدنيا، فيقتل المظلوم لأجل الدنيا، ويظلم لأجل الدنيا. قد يكون زوجان أحدهما يظلم الآخر للدنيا، قد يكون أرحام بعضهم يظلم بعض للدنيا، ما المظاهر المختلفة للدنيا، الملذات المختلفة في الدنيا، ما يرتبط باللسان، ما يرتبط بالفم، ما يرتبط بالعين، ما يرتبط بالأذن، ما يرتبط بكل الحواس، وما يرتبط بالفكر وبالفهم من الملذات. علينا أن نعتبر من هذه القصة ومن غير هذه القصة، علينا أن نعزم أنه إذا كنا في مكان يحكمه طاغوت، سواء حكما سياسيا أو حكما اقتصاديا أو حكما اجتماعيا أو حكما عائليا أو أي نوع كان، أن لا يطيع الطاغوت فيما يقول. وبالنسبة إلى حب الدنيا، كل إنسان يحب ما دام في الدنيا الشهوات، الله سبحانه وتعالى خلقها في الإنسان لا لأن يستفيد منها حلالا وحراما أيا كان،
فليختبر الإنسان يستفيد من شهواته بمقدار الحلال، بمقدار ما أذن الله سبحانه وتعالى له. حبه للدنيا يكون بمقدار ما هو حلال من هذه الدنيا، من أنواع ملذات الدنيا، ويتجنب الحرام من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.